يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلا أنا ضربت الدرس قاعدان أفل غرور للدنيا أتس العباد إذ غرور الدنيا وإن قسمت الذاع قسمت الذا الدنيا حشمة اسمها الفاكود انسفت صغر يا عباد حشقة بي رحمة سيد ربي سبحانه وتعالى. كيف مثلا خطرت نفسي من بنادم ذا شغل سيد سمر سمرت سوين نهاية قال سيد ربي قويس وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس يا بنادم إذا الشيطان يقول لنا دفيرس إذا سمرت سوين نهاية إذا بطولة الإنسان أذي جاهد نفسي ديسة ماشي للنسافة حكما ماشي للشهوات النفس أري النفس نس أري تبع ولكن أري استخدم العقل أري خطر في كيس تسيد ربي العقل ويفضلي ثغف جميع المخلوقات. كما قلت مثلا العبد أري خدم من الدوني في سبي شوية خفيس وقيني يرى العقل دي طرف ويستخدم الشهوات النفسي ديس. كما قلت مثلا خطر دوني تشفكا أفل عباد مرام أولا شوادي قيمة حاشا سيد ربي كل نفسي دائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن أكد قال سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الذي تبع لها الشهوات التنفسي ديس من بعد أولا قرار سيدي يندم يقوز كان أدي يرزو في الناس الحسن والسريس لدوني وذي يندمك وين يسعدها. كيف مثلا إذا العاقل ادوي لك اليوم اكثر عليا اخدم ايا غفرس اخدم افين يتشدوما واسدوما وتصغرات نفسك باش تخدم افين ونسدوما لا ولا قرار اللي فات. كيف مثلا قال سيد ربي قويس قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ترى كيف كيف العباد يسنن ذا العباد السنة حاشا إدى ذي سعان ذو العقول السليمة والفكر السليم سعان يعاقي سعان تموسني ويقل زران تمسال تقيم كثنا خزرت ذلك مثلا مالي اختار يوم أين يتفكان أين نسدو مالا أذيج أين ونتفكان في الناس أين أسدو من ونستقيني ذين الذي القلات مسلمة في ذي ذلك خذر. كيف مثلا أن في محمد صلى الله عليه وسلم دي الرواية دي روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال دي مد الرسول صلى الله عليه وسلم يكشم دين في جيمة فيون الأعرابي ذي نسان قد الصحابة ينس والأعرابي يجيم مدل ذي الأعرابي وينك نكزدرنك لي دي السحرة أعراب البادية قد نكزدرن دي السحرة قيرون دوذن مقال الأعراب يخشم غفورس الرسول صلى الله عليه وسلم دين في جيم والدنيا ذي السحابة الكرام يتقميس يخبك الجهوديس أكناثي كرم مرة وش بيحل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد شو مسينا إنيس يا عربي سل حاجتك الله إنيس ظرف دينك يا جفن أبي ظرف إنس يا جفن وذي نفسي ربي الخالق سبحانه وتعالى اللي تقول ما فينك ناس إذا فاكني ولكن الأعرابي دشوا نسينا وسيضي فلان أين يدهم الفلاس إضي فس أين لن ندني تنسلوا بنا والند الأعراب دي قد يزغن دي البادية ما يزغن دي القرون وسيد ربي تسدل ذني دي القرآن الكريم يندو ثني قذارة العين مثل قذارة المسلمين أنساز دك المسلمين دي مرثنين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. إن ذم كان السلم ذاك اللوم السنة ذم كان السلم ذاك اللي يستولي في لسن الجهل
ذلك نسلم لنا أثن أثن تبغضر ثم سني أنسى جندك أعرب أي مثل دش أنا سيدنا الأعرابي نعم مسيسنا مسيلا وشيع النبي صلى الله عليه وسلم أضرب دين تحوجه إنس ألغم أذر كفاف الناس أكد ذا المال الماشي يعمل ذا القرين هذا ما عز ناظر المن أين تسجنين دي تكلي فيهم باش أدسون إيمولياليس إذو خاميس جاب إلى كنيا غرين 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 أطاس أطاس وتمني لي مؤمنين برا هذا ثوضا يقول ذاتي دغربول سنسا باش أضع في غير ولكن يضيف أين كنيا يتفك على كنيا أين كنيا مدونيث وش بيح النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ميك على أي ضيف لحواجي شباب تقيم ذا النبي ذا رسول ذا المعصوم يقبيز تقار بدير في ذاكو زيش كلش مخفوي إنيس يضيف بسرهم ويضر بس المشي يامي تزقين بشر يرى أذر ولي في كل سبحان الله إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم أي مثل أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل أن تروا في غبارة تيليم أم ثمرات من بني إسرائيل وتقصد لي في هذا الهدر تقصد التمرات من بني إسرائيل ننسي الصحابة الكرام يا رسول الله ذا شو تقصد اليوم التمرات من بني إسرائيل إني إذا يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم مش اللي في الدرس من قرحان يفرش فينا ما الصحابة اليوم على رضوان الله عليهم جميعا يمي يحكي كنا أنا ذي نشي من المدلعي ذي نشي من الدنيا المدلعي ذي الدنيا ثم يفنى الأعمال من الدنيا ذي شفوني ويقدي لك وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم يلا مسلي مثل الدرس للعبرة الناس اسمه يروح موسى عليه السلام أخصد كان الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يهضر في الأنبياء بني إسرائيل وإذا قاعد دانو قفيس خطر ذات مثل لا إله إلا الله مرة يدوين السيد ربك وذن يدشقان يقال نحن معشر الأنبياء إخوة وديننا واحد لكم يقال لكم سن أنبياء ذات مثل والدين نغيون ويحمل الذي يهضر أكثر في سيدنا موسى عليه السلام إذا دسنا يقفذ موسى عليه السلام بني إسرائيل القوم باش أدي فاضي مصر أدي روحها في مرتين الشام وغير فلسطين ولكن أي مثل يعقص نفريد كل شيء بكين زاد شو زرنا سالكل وسالفهم ذا شو تواجين قدران يسن ذات شو سقسين جوجل سن أي مثل إكرد العلماء يدايدس من بني إسرائيل إن الناس أرجوت سياق يقول إن فيما قعدان أقليه يا موسى سيدنا موسى عليه السلام يعني سيدنا يوسف عليه السلام الطفل عهد ذو القوم من السينيس الطفل عهد يذنا بلي ما دقنا الفرض مصر ألا ويجسس الجسينيس ذو السينيس فينا في ذنا فينا والوالد أنا روح وكان الطفل عهد يذس قولي لقادة نرز وانه يفاد ذا نشتغي في سنة عرق وبريد لعبد الطفل هذه العهد لسيدي ربي أم خليه في بريد سيدي إنس سيدنا موسى عليه السلام إنس دار الولي أصكام ننفيغ يوسف عليه السلام ننسو زميرا ونزرارا ونزميرا تنصر ونويرا نذير ولكن تليه التمغرف من بني إسرائيل ننسى في زران عجوز من بني إسرائيل إنس وكتشي ورحل وينتي الناس سيدنا موسى عليه السلام إثم غرفة جيم الناس أدي دمير ديلا مسكان من نبي يوسف ذا شو الناس سيدنا عليه مثلا تمغار من بني إسرائيل ولكن خزرت غسك المقرب ديلا عمر خزرت لها عقل تسعة خزرت تموسنين تسعة سبحان الله ثم يسوء تسمي غالا ديلا مسكان من نبي يوسف حاجة مفكي غالا ديون شرطة ديت قبير مولا شو تسمي غالا الناس ذا شو الشرطين ثنيس أذي الغيب ذي الجنة ذي الأخرة ذي الآخرة مرافقتك في الجنة
سيدنا موسى عليه السلام أمي ثمرات ثمراتني ضربت المرافق إيش أشي اللي يدس يجنف يوم القيامة يستغرب نشتكي في الزاف الضيب يوث المعلومة غادي اللي كان اللي لا وصل كما يوسف لأن في يوسف عليه السلام فضيفيته كنت اشتكي ولكن سات تزرب لي ويا شواز ديميل اللي لا وصل كما لأن في يوسف تفاس الفرصة أتفارس ثونيت يستغرب يعرب جزء ديال نفس ليه في اليوم سيد ربنا الخالق لسبع سنوات الرحمن الرحيم إني سيا موسى قبل لاس الدعوة إني سيا لاس الدعوة إني مثلا مقهويت إكسر ديوين إني سيد موسى إني سيا مقهويت الشرطين من فكين أترفق ذي جنف أرجع يا ربي وإذا يقول رفقنا الأنبياء الرسول أي مثلا يقول رفقنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سبحان الله رجع ربي من الرفقاء للرسل جميعا سبحان الله كيف مثل إذن ثرحت في نيسترانا خدم الله ثرحت بويثة مليون كان المستنقع قمان يتشور كان لذمن في نيسك كسيت أنا لقيت ورسيته وخرف سن إذن أتسو خانا من نمر نسكونا مكنم في نيس غزنت ولدكم كاننا غزنت ومكنم أمن يوفن إغسان سيدنا يوسف عليه السلام قرنا كذل جسين نسا لخطر الأنبياء الرسول القاعة والسسان يخش من سن ذل جسين نس ولكن قرن المفسرين إنه في مدينة العظام نس يغسان نس معنا ذل جسين شي دينا خطر الجسام من الأنبياء الرسول وذن تستان القاعة وذن يستان وكه أي مثل السفرن السنين أو السنين سيدنا يوسف عليه السلام أبوين سيدسن ويفنزن وفري ذلك يطيج روح القضايا إمرس سيد ربنا فري غير وليدة الدول سبحان الله فكما يتمثل إذا خزر كان يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم يحمل ديالارة في الأنبياء والرسول نقطة هذا الكس يعني نضي فقصتها بيتا بالحاج أنظر بلينا حمية يظهر في الأنبياء بنو إسرائيل وذن سعيد لنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقرد حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج أهبر كنت في اللسن لا حرج أتصل إذن سكس دي الروايات ذي الإسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم إفغانا ذي لين الصحابينس قوي ذاك يسحان تموسيهم المدرسة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا فغند إموشنا من القرآن المزمن لا تفغند العصور لا تفغند الوقف لا تفغند الميفنا لعمل من دوني إفغا أدي السنين أدي تكشي ثو السنين أصدر دشوم السدومن دشوم السدومن أدوين أفريد أرولي ذات دون أسن دي فك الدرس دبويك كما يتمثل الطرف دائما وأبدا أين كنيهم؟ ألس نسدون؟ ماشي دين؟ أسنسدون سبحان الله كيف مثل؟ خزر كان إليه صحابي قنص ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه يتناول الزمان الرسول صلى الله عليه وسلم بشبه ذي الظالم يتقن يسكن يتيقى حال ولكن من بعد إناس نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيعة إناس ضيف ذا شيء حوجه ضيف ذا يتغير ولكن ربيع بن كعب الأسلمي ذي لكل نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الدفاع ذا شو يصير وصيغي بلام العمان وصيغي بلام الشيم الدهب من الفطر ذا شو سينا إن اسم مرافقتك في الجنة يا رسول الله أذي نغيذك ذي الجنة يا رسول الله أما كنت نغيذ يفع ثمغارثني من بني إسرائيل إما يكفك ربي العلم من فربيته مسلم إم يصعب بالسياحس التجم اسم ربيعة ابن كعب الأسلمي إنيس أكرف خاضر الجنة إنيس أو غير ذلك يا ربيعة إنيس إنه وإن نغني يا ربيعة إنيس بركة يا رسول الله أكرف خاضر الجنة في البركة الله إنيس أعيني على نفسك بكثرة السجود إنيس أعيني في نفسك إنيك سلكثرة السجود بكثرة الظلم
الله أكبر. كما يتمثل القيمة كما يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة من حنة الفلس لرضي ربنا هذا شو ماشي ديننا إن 70,000 ذي الأمين وما ذكش من الجنة بغير حساب 70,000 رجع يا ربي ذكش لي يتمثل أغر سقر بي الرحمن أغر سقر بي الجنة هذا غير من العربي دي جهنمة غير من العربي دي العقاب من جهنمة أي يتمثل يكرد يونس أحد رب الله عليه الجميع خلص عكاشة ابن محسن الأسدي قضايا ما زاد يفوك ولي الرسول صلى الله عليه وسلم من دينا 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب 70,000 ذي الأمين وذلك شمال الجنة بغير حساب يكرد عكاشة ابن محسن الأسدي نسى رسول الله ذي عمر سيدي ربي ذي جعل جالس الوديم إن يسألت منهم يا عكاشة الله 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 إن يسألت أخلك ينسل يا عكاشة يكذين ورقزنا من الناس رسول الله يدعو يمن الكلمة الناس يجوارك يا عكاشة يجوارك غير ورص عكاشة الله أكبر ذكر يعني المبادرة الوين الهان قضايا تمسال الدنيا يتفكان وتزيارة غير ورصة ولكن تمسال الجنة تزيارة الدنيا غير ورصة يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه في الدوس الأعلى ضيف الثين أين غلاجين غصيدة ربي كل شيء سهل في الناس ما في المرسيدة ربي ضيف في الدوس الأعلى دي الجنة ذن كان عليهم دي الجنة الله سبحان الله كان يتمثل باش أنزل يتمثل الويب اليوم لعجب زكي من بني إسرائيل في ذي الحكاكة تقسمت غسك نيت سمغاف من بني إسرائيل ولكن سعام الفكر السليم إن يسر بهم يصيحش تخمين سيبعى ذي غير تخمين لن يعبب تخمين ناس يبعى تخمين سيقرب تخمين أين سيستنفع عندي دقيقة أين يقول يضر يتسلم بعد أثوي لنا ولكن وين يسعان الفكر السليم ما ديننا واي إزرانا وين دهي السفا ما ليخدم كرامي ويام دلاء فقط مساكنس ويسمقي المصلحة الشيبعة سبحان الله يا رب أذي تواليم ذين يجدو من ويتخبر من يقول نجدو من يقرد السيد ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أول الألباب كيف قد يسنن ذي قد ونسينا خطر الجهل الوقت لا عذاء ولا عيد الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعني في دوثن دي الطائف جار عندي وش شو استخدم لنا سبع ناس دي قردانيس وقردانيس وثن تيد جار عندي دي قدار أرمي دي قدار قرن الثعالب قذعان الدعاء إنسى المشهور إيميز تسيد رب الخالق سبحانه وتعالى نشجعد ملك الجبال إيميز ما تفغي أتسبيل غف لسني دولة رجاء السبيل غف أتسبيل غف الفكرة لو شئت لأطبقت عليهم وأخشى عليهم إنس لا يا رب اللهم اهدي قومي فإنهم لا يرون إنس رسول ربي أهدوثني إيد أهدوثني إيد والسنة لذي الجهلس نخذ من أكام لكن تسوي في غير لو غير الجنث نذني ما تختار جهنما ذي الجهل وكيم ذي كخ من أكام ونكي تشجع ذي البشر نستعلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أسمك سؤال الجهل نغس من رأس المسلم سبحان الله وفعلا يكسس من الجهل يريس من المسلم إذ مثلا وغن ينسى عسى الله أن يبعث من أصلابهم من يوحدك أهددك أن قدر من سنة قدر يشهد لا إله إلا محمد رسول الله وكرد فعلا وشهد لا إله إلا محمد رسول الله إذ قدر من سنة إذ مثلا إذ من الجهل عدو الإنسان ولكن الجهل وزع ديرك العبر سيد ربس يلسي الغرب خطر أدي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السقسي في مسلمون بشر أو دفكت مسلمون أدي فك في لون الجهل يعاقب الجاهل على جهله أدي تعاقب الجاهل أخطر الجاهلي إلا الخطر إذا قال يكسب الجاهل نسس المسلم لن يموية مسلم أضي يضعين ذلك سن باش أستعلم وتستعمل الحاجة السقسي سبحان الله أيضا أكام إذن ثمرة من بني إسرائيل وجميع الأزمنة الدنيا مرة لا تثلوني سعى الهمم العالية
قد تذا كي تخميم تذا كي تبعنا برضا ربي تذا كي يسعنا المقصد نفسك دي الجنة فانطوخ ما تيسعو أتيسعو أركاز الزوجين تينك النيمة أز ديوين الجنة أز ديوين الأجر أز ديوين الحسنة أز ديوين الحب لسيد ربي وحب لنبي صلى الله عليه وسلم تينك الزوجة الصالحة ماشي ستشي ناس ديوين دعو السوم بعيدا جو بيجي ومنين نغاز ديوين الدلو إز دي تسوين الدلو السيئات فمتو فيكي ناشي تسمقل تسمقل الجنة في جميع الأزمنة الدنيا مرهاكم ماشي للأمة اللي كان سيدنا موسى والأمة الأنبياء مرة والأمة في محمد صلى الله عليه وسلم ولات ثيوين يتمقين أن نسيت سلسة دائما غفين يتلوما غف يخف غف أفسد ربي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كيف مثلا إجمع العبد أن تسوح رب التوفيق ما يليم وإذن العالم لن يسيد ربي ما قيل كان أطفال العادة سيدنا يوسف عليه السلام بلغة دوين السينس مرن قديما نستاذ روحك مرن فغن دي مصر خطر تسوح ضي دي مصر ولكن أطفال العادة بلغة ماذا قلت لحالك رؤي لغة دروحك أبي يوسف السينس أتكسل دي مصر ولكن أسمي نغفين غفين شتنين قفين دي بردان في الاسم وظلنا نسكن نسلكن وظلنا نسلك شنين أرمي دوغاين قال السمي نسوين سن لقد بولا إذا مرين العبد يتبع من سيد ربي الطفل العهد يخدم أينك نزد الناس إلى ربي الخالق سبحانه وتعالى دقار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أوفاق بابيس العهد وسليت في بولا ولكن ماذا قلنا العبد ويتبع على فريد سيد ربي وزمرا أدي تشوف فقال على عبد الناس يقرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولا يفغى الأوبريديو إن دزت كوثة معيشة وعرنت وتستغرق يوم القيامة في بولد دائما التتسف الزفس ألقت أي خطأ يفغوا بلد سيد عربي ولكن اسمان يغاي غير بلد سيد عربي يغاي غير نبي محمد صلى الله عليه وسلم فطر دقار وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا وغيث تغرور وقل يذكر لفاتي حال ماذا قلت يغاي فاب يسخر قالوا بلد سيد عربي غير نبي محمد صلى الله عليه وسلم في بولني ماذا غاية تذلي أسمي ربنا بلد السلحة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ولا يتبع أبرده إن وليت سفر وليت وليت عيشة الشاقر هذه عيشة السعيد للدنيا السعيد للآخر الله أكبر كما يتمثل إذا باش تشوف فقط الإنسان أن تشوف فقط العبد العامل للنس لجميع وين اللي يخدم يقال يتبع بلد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن الرسالة جعلها بين كنيان يسعى كنيان الاتجاه المعاكس السيد ربي في محمد صلى الله عليه وسلم جاء تشوف قبر تشوف قبر هتخدم له حشد بيني قاعد من دمك هتخدم له حشد بيني قاعد خسر هتشد له حشد بيني كي شوفان على الطيام خطر ذي العكس تفر بيني يكدي ناس سيد ربي يكدي خلقا في محمد صلى الله عليه وسلم يكدي بوين الدين الإسلام النعمة يكدي بوين دين الإسلام تفاف يكدي بوين دين الإسلام ذي من الدنيا تكيب وغايب على قولنا سيد ربي سيد ربي اللي تقول سيد ربي اللي توفق الجميع الأعمال إفادة بحب أي كشفة مغارثة فاته الله أكبر كما قلت مثلا إذن ما دليل ما دي خصاب العبد الأخر في نس يقال عقيد اللي سيد ربي ما سيخد من دوني ذا في سيش خطر ما تخد ولكن النية اللي باش أصرف عظم الدم خطر أعوذ بالله من العجز والكسل سؤال دائما على النقطة اليوم بلما الإسلام الدين العمل الدين الخدمة كشنا المهمين في الدنيا ذي العبادة ولذي العبادة ما تخدمه أبدا الدخل الخطر بلذا الفعاد من فعاد من الدين خير الناس ينفعهم بدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينتفع به الناس الخير ذي العبادة وينسي يستنفع من الدين كشتي الدار الدخل الخطر بلذا الفعاد من فعاد من فعاد إيه الغاشي السيدة باك يخدم من لكن يخدم الدنيا فيه يقضي ومن يتقي الله تبقى تصير ربي تبع بريديس يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اتقاء بقية الدين بالعبادة وكيف يخدم الدنيا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا دي فكرة ذلك كان دي فقد الجميع تلوفا مرره بس دي فقد دي فقد السلامة ليسك وهذا الدرس قبيل وانتم في الألام يقضي ومن يتقي الله ذاك الدين ذا العبادة رسول ربي ذي خفض إذ قصد من هو الشيء ومن يتقله يقدر يجعل له من أمره يسرى
وبدي الدنيا عندي خمسة لربي الدنيا دي لا ما رح مرة تجعل الرسالة يقال مش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم أهم الواحد أهم المعاد كفاه الله سائر همومه يقال ونرجع للهموم من سمر نقول إذ يخذ سيد ربي من محمد صلى الله عليه وسلم ذو المهم ما ينسي في ذلك سيد ربي الدنيا وبخلقت الجن والإنس إلى ليعبدوا إن تمرج لهمين الدين مهمين إذ يخذ إن سيد ربي أذي كافي لجميع الهموم مرة نقول وتسجل كل الحاجة أتسع قرب أخي الخطر لا باش أثي شغيل غا يعني أثي شغل باش أثي وخارف في ريد سيد ربي سبحانه وتعالى كيف مثلا ما تخل من يخر فيك سيد ربي يخل من دوني فيه أكامية مثلا إذن ثم غرفة من بني إسرائيل عجوز من بني إسرائيل فغمن إيمانيش يجلث سبحان الله أما سكيس أرجع يا ربي ويدكي يسكشي سيد ربي غرجلث تسكي الحياة الدائمة الحياة أنس فكلام كيف مثلا وكذلك الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذو الهمم العالية وقد يتخمم من تخمام السليم يتخمم من تخمام الهال إكزران أشي كسوما دينون سكوين سدومالا ضيف المرة ذي جنث وين ما تريد دشوني في غيرك يعني في المرافقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي جنث رجع يا ربي المرافقين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم رجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع ربما الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.